مرحبا برج العقرب، أهلا فيكم. عندنا 4 الأغصان. يريد أن يتواصل معك بطريقة معينة، ولكن أحس أن أنت هنا محاط في محيطك، محاط بأشخاص ينتظرون منه الزلة، ينتظرون أن يتشمتون فيه. ما أعرف ليش، ولكن ما يريد أن يتواصل معك، بعلم من الأشخاص اللي ممكن يكونون أصدقاء أهل. خماسيين و السيفين. عنده حيرة، مشاعره تجاهك conflicted أو متضاربة، عنده صراع داخلي. الصراع يقول أكلمه ولا ما أكلمه، لأنه هني قاعد يقول بينه وبين نفسه، لو كلمت برج العقرب هل راح يرجع لي، ولا مجرد أكون أضحوكة عند الناس اللي يعرفوني وعرفونه يتشمتون بي الناس، أو مجرد يعتبرني برج العقرب رد اعتبار. هل أرجع ولا ما أرجع؟ عنده سؤال مهم، سؤال كبير، أشوفه يتأرجح أوقات يكون مصمم. وإذا كنت أنت يا برج العقرب، أنت اللي سحبت عليه وأنت اللي قررت أن تنهي العلاقة وتدخلون في الانفصال، فكأنما هو هني بيعرف إيش كثر أنت ملتزم بالقرار اللي صنعته. هل أنت فعلا كنت جاد؟ هاي الكرت يسأل، هل أنت كنت جاد؟ مشاعره تجاهك، هل أنت جاد في انفصالك، ولا في درس تريد أن تعلمني يا برج العقرب؟ مشاعره متضاربة، خليط من أيضا أحس أنه ما أدري ليش أحس هذا الشخص قاعد يحاول يتقرب من محيطك بطريقة غير مباشرة، يعني ما يقدر مثلا أو صعب أنه يرفع السماعة يتصل فيك، ولكن قاعد يحاول أنه يكون في نفس الأماكن اللي أنت ترتادها، يكلم نفس الأماكن يكلم نفس الأشخاص اللي أنت تكلمهم، يحتك بمحيطك بالأشخاص اللي أنت تشوفهم هنا، فكأنما عنده مشاعر شوق ولكنه واقف من بعيد يراقب. السؤال اللي بعده، هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا كرت القمر. كرت القمر دائما يعني اللاوعي، الأمور المخبية، الأمور اللي احنا ما نقدر نشوفها بالعين المجردة. يمكن شريكك احتمال انه برج السرطان او من الابراج المائية هني قاعدة احس، او النارية. شريكك قاعد، ما بقول لك يمثل، وانما قاعد يحط غشاوة على عينه عشان ما يتعامل مع موضوع الانفصال. السيف الاول ولكن مقلوب، لما يكون مقلوب لا معنى اخر. وثمان السيوف. شريكك غير راضي عن الانفصال، غير راضي عن الابتعاد، ولكن يحس، ما ادري ليش هني احس السيناريو ان برج العقرب هو اللي اما تسبب او اما اختار او اما استفز الشيء اللي بسببه صار الانفصال، صار الابتعاد، صار التغيير المفاجئ. هني شريكك قاعد يقول لي صار تغيير مفاجئ، ما توقعت الانفصال، حتى لو كانت بيننا مشاكل، حتى لو كانت في ضوضاء من المحيط، تدخلات. هني قاعد يلوم محيطك، الأشخاص اللي حولك أنت يا برج العقرب. فلا، مو راضي، ولكن يحس أن السيف بيدك أنت. أنت الوحيد، شريكك يقول أنت الوحيد يا برج العقرب اللي كنت تقدر توقف هاي الأشخاص عند حدهم. كنت تقدر أنك ما تتخلى عني، كنت تقدر أنك ما تتنازل بسهولة عن العلاقة، تحارب من أجلي، ترفع السيف، تحارب من أجلي. الكرة كانت في ملعبك وأنت اخترت بكل سهولة. هو قاعد يقول، بغض النظر أنه صح ولا لا، أنا أكلمك من وجهة نظرة، أنه يقول لك أنت بسهولة اخترت أن احنا ندخل في الانفصال من أن نظل مع بعض ونحارب. يحس أن الكرة في ملعبك لحد الآن، لأن هني في كرت القمر يقول لك أنا على اختيارك، إذا أنت اخترت أن نحارب راح نحارب، إذا أنت اخترت الانفصال وأنك تكون بعيد عني، أنا ما بيدي شيء، يدي مقيدة. فهو مراضي وفي نفس الوقت قاعد يقول لك ما بيدي شيء عليك يا برج العقرب، لأن أنت الوحيد اللي كنت تقدر أو لك سلطة أنك تتكلم في ذلك الوقت. آخر سؤال، ما هي خطوة القادمة؟ الكوبين، ملكة الأرض،
راح يستعين بشخص. ستة الخماسيات. أشوف كذا سيناريو برج العقرب عشان أكون صريحة معاك. في سيناريو هني قاعدة أشوفه أنه راح يستعين بامرأة عندها الكثير من الخيارات، احتمال تكون خطابة، احتمال تكون عندها الكثير من المعارف عشان توجد له شريك سريع مناسب مكافئ بأقرب فرصة ممكنة. يمكن راح يهرب يهرب من وضع الانفصال بينكم عن طريق انه بسرعة، تعرف هاي النوع من العلاقات اللي نشوفه مثلا قبل شهرين منفصل وفي الشهر الثالث خلاص يتزوج مرة ثانية، هاي النوع من الطاقة قاعدة اشوفها. ولكن السيناريو هذا مو للكل ترى. السيناريو الثاني انه نعم يستعين بهاي المرأة اللي ممكن تكون خطابة او تجد له شريك، ولكن ما يستعين بها من اجل استبدالك، لا، يستعين بها عشان يقرب بينك وبينه بدون ما هو يتدخل. يمكن انتو عندكم هني امرأة مشتركة بينكم كمعرفة كأهل كعندها تواصل معاكم مع الشريك، راح يحاول انه يستخدمها. ولو ان اشوف هني شريكك يحب يكون ممكن برج ترابي، يحب انه يكون ديسكريت او كتوم، والكل يعرف عن تفاصيل علاقتكم، ولكن بالنسبة له هذا الحل الاخير. اوكي برج العقرب، هذه كانت قراءة المنفصلين. اذا خلنا نشوف الحين العزاب. اول شيء مواصفات الشخص القادم في طريقك، هذا اول سؤال. عندنا تسعة الاكواب. اول كلمة واول احساس يعني من هذا الكارت لكم انتربرنور، اللي بالعربي ما اعرف شنو ترجمته بالضبط، ولكن هذا الشخص غير عن رجل الأعمال أو امرأة أو سيدة الأعمال. هذا الشخص يوجد طرق غريبة عجيبة سهلة وميسرة فيها الكثير من استخدام التكنولوجيا عشان يحصل على الكثير من الدخل بشكل جدا سهل بطريقة مبتكرة بطريقة تعتمد على التكنولوجيا. هذا هو الانتربرنور اللي يوجد أفكار جديدة بطرق مختلفة ويوجد لنفسه، يعني مثلا ما يقول لك من أجل أن أصل إلى أهدافي في الحياة راح أصير دكتور، لا، يشتغل في أشياء عبيطة سخيفة سهلة المجتمع يستهين بها، ولكن تتخلى الكثير من الأموال، ترى الكثير الكثير من الأموال. وأحس هني عنده نوع من الاعتداد بالنفس أو شوية أنانية شوية افتخار بالنفس لأنه وصل إلى هذا المستوى. أوكي النجمة، احتمال كبير أنه برج الدلو، ولكن طاقة الماء هني ممكن تكون ايضا برج سرطان، انزين، او حوت. هو اصبح حديث الشارع. ليش؟ لان عندنا هني ايضا تسعة سيوف. في السابق هذا الشخص كان مثل الشخص اللي دائما الناس والمجتمع والجيران يعيبون عليه، يعتبرونه مثل القصة التحذيرية، لا تصيرون مثل فلان، كان كسلان في المدرسة. القصص اللي نسمعها ان فلان كان يرسب في المدرسة، كان سيء، ترك الدراسة، ما واصل دراسته، فشل في حياته، وتستمر الاسطوانة. الناس قاعدين اشوفهم هني في الماضي كانوا يتكلمون عن نوايد وعيبون عليه، ولكن تسع سيوف تحولت الى تسع الاكواب، عشان كذي صارت عنده ردة فعل عنيفة تجاه المجتمع، وايد يحب انه يتباهى بانجازاته. شوف كل الاكواب مثل التروفيز، مثل أكواب النجاح، شو يسمونهم؟ الكأس، الكأس اللي يعطونه المتفوقين أو اللي يفوزون بسباق. تسعة قابلها بالضبط بتسعة، فكأنما راجع عنده مشكلة مع مجتمعه، مع محيطه، مع الأشخاص اللي عيبوا عليه، صارت عنده نفس نوع من عقدة النقص. فهل هذا شيء إيجابي؟ إيجابي إن الحين عنده أموال، عنده نجاح، ولكن السلبي ان هذا مبني على عدم استقرار وعدم الثقة بالنفس، على خذلان، على مشاعر غضب البنت تجاه المجتمع واللي حوله، لانه سموه يوم الايام فاشل. ولكن خلينا نشوف وضع الحالي، وظيفته وشكله. اربعة الاغصان، الفول، ورجل المعلق الأحمق هنا عندنا.
هذا الشخص طريقة لبسه دائما مميزة، طريقة مشيته، كلامه، حضوره دائما تختلف عن الآخرين، ما تقدر إلا تلاحظه. لا تنسى هني عندنا الفول مع النجمة كرت برج الدلو، ما تقدر إلا أنك تلاحظه مختلف متميز، مو بس بإنجازاته ومجال العمل اللي يشتغل فيه، يعني أعمال حرة ولكن مجال جدا جديد غريب، يمكن أنه مثلا يسوق عن طريقة يوتيوب أشياء كذي. في ناس كل عملهم ان مثلا ياكلون، عندهم قنوات ياكلون في قنواتهم على اليوتيوب وغيره، عن طريق هاي القنوات يحصلون على الاموال. الطريقه غريبه ولكن الدخل والمردود جدا جميل. هاي الفكره اللي ابي اوصلها لك. هني في عياب من الناس. انزين، عنده شيء ايضا بخصوص شعره. دائما يتبع شوي قصه اما غريبه، تسريحه شعر اما غريبه اما متميزه اما شاذه. يحب يظهر شذوذه او انجازاته شوي بطريقه ملابسه. طريقه ملابسه وايد فيها بهرجه، وايد فيها خلط بين الوان غريبه. انزين، ولكن الجانب الايجابي ان طريقه تفكيره ايضا جدا مختلفه عن المجتمع. يحب انه مثلا حتى يصبغ جانب من شعره بلون مختلف، يعتمد على مثلا تاتو، يعتمد على طريقة لبسه فيها شيء غريب. اوكي، ليس انسان تقليدي ابدا ابدا ابدا. خلنا نشوف الحين كيف تتصرف مع هذا الشخص. عندنا سبع السيوف. ابدا لا تواجهه، ابدا لا تقول له الحقيقة، لان هذا شخص شوفه هني عنده القلق والاكتئاب، مو مستعد انه يسمع الحقيقة، يحتاج ان يسمع امور معينة، امور تشجيعية، امور تبين لانك ما تحكم عليه مثل الاخرين وتفكيرك مو ضيق مثلهم. كرت العالم، تشجعه كأنما ما أدري، أحس وايد عند هذا الشخص حتى لو ما كان برج الدلو، عند طاقة برج الدلو اللي قادم في طريقك. يحب ويقدر الشخص اللي شجعه إنه يقول له روح سافر، قض وقت بروحك، استمتع بروحك، روح اتعلم بروحك، يعطي وقت خاص فيه عشان يتعلم وينمو بدون ما يخنقه، بدون ما يحبسه، بدون ما يقول له لازم تكون موجود في حياتي 24 ساعة وأوافق على جميع تصرفاتك. اكسبه عن طريق هذا الاسلوب. واخر شيء فارس الاغصان. انزين، الفارس هو الشخص اللي يحمل الشعلة، شعلة التجدد. عشان تقدر او تستطيع انك تجاري شخص تفكيره دائما مبتكر وجديد ومتحضر، تفكيره نظيف ومختلف، لازم انت تكون نفس الشيء. لا تأخذ نفسك وعلاقتك معاه بشكل وايد جاد. أحس هني وايد الرسالة لك لما يأتي هذا الشخص، لازم تكون مستعد أنك تتخلى عن العادات والتقاليد. مثلا إحنا متعودين أن لازم البنت لما تتزوج تكون حفلة زواجها كبيرة. مع هذا الشخص عادي يقول لك أنا ما يهمني الحفلة، أوكي، مجرد العقد يكفيني. أو ممكن العكس يقول لك أنا أبي حفلة الزواج تكون أكبر من اللي أنتم متعودين أن تسوونه، أبيها أكبر أفخم. مستعد، لازم هني تكون مستعد أنك تجاري، ومو سهل أنك تجاري عشان أكون صريحة معاك، لأن أشوف وايد عنده جوانب شاذة وتختلف عن محيطكم عن المجتمع. ولكن معاه ما أدري، أحس أنه مع بعض هني راح تبتعدون عن بيئة شوي محافظة أو قديمة في التفكير، راح تسافرون مع بعض، تنتقلون، أصير رفيقك في السفر كما هو رفيقك في الحياة. ونشوف آخر شيء جانب المرتبطين. أول سؤال، كيف يراك الشريك يا برج العقرب؟ ملك السيوف، الظهر اللي يستند عليه، الشخص اللي دائما يلجأ له ويقول له عندي مشكلة كبيرة حاولت أني أحلها بروحي ما قدرت، حان الوقت ان انا استعين باقوى سلاح عندي. من هو اقوى سلاح؟ انت يا برج العقرب في حياتي. انت بالنسبة لك انما مثل المستشار، ما يسألك ويدخلك في امور طول الوقت،
يدخلك ويناقشك في أموره لما يحس إنه محتاج للنصيحة. ممكن لك تتعامل مع برج هوائي، ميزان، وايد عندنا طلعت طاقة برج الدلو، الميزان أيضا، وعندنا الجوزاء. أوكي. ثلاثة الأكواب. أنت عن طريق تصرفاتك العقلانية اللي يعتمد عليها، اللي يقدر يستند عليها، أنت تمثل، شفت المخدة المريحة اللي نتخيلها تكون من ريش النعام، اللي تكون نهاية اليوم نستند عليها، نحط عليها راسنا ونرتاح وننام، أوكي، ونعرف إن في شخص ثاني راح يتحمل المتاعب المصاعب بدالنا، أو راح على الأقل يكون معانا نقدر نعتمد عليه. أيضا أشوف هنا عند طاقة، أنت عندك طاقة يشوفك إن أنت تبعد النميمة والقيل والقال عن علاقتكم. أنت حازم لما أي شخص يأتي بأخبار كاذبة أو تلفيق بخصوص علاقتك، بخصوص علاقتكم، بخصوص الشراكة. أنت جدا ناجح إنه تقطع بالسيف أي كلام، أي محاولة للتخريب، فهو مرتاح معك وايد مو شوي. القمر، القمر كأنما من أحد مخاوفه أنه يكون مثلا مثقل عليك أكثر من اللازم، أو خلنا أقول شريكك عنده هني خوف أنه يعتمد عليك لدرجة كبيرة، عشان كذي قلت لك حطك مستشار، يعتمد عليك لدرجة كبيرة بحيث أنه بدونك يصير ما يعرف يتصرف، ما يعرف ياخذ قرار، عنده نوع من الخوف أنه أوكي الحين برج العقرب موجود في حياتي، كل شيء مرتب وأفضل. هذا الجانب الإيجابي. شنو الجانب السلبي؟ ماذا لو رحل؟ ماذا لو فقدته؟ ما أبي أكون وايد أعتمد عليه أكثر من اللازم، أصير ما أعرف أتصرف إلا معه. هو يراك احتمال أيضا أن أنت من النوع اللي يمكن تأخذ الكنترول كله في يدك وتريحه، لما تأخذ الكنترول وتتصرف وتقوم بالأمور أنت تريحه، ولكن في نفس الوقت تصير عنده مخاوف أن أنا أصير مثل المعاق، مو جسديا، معاق في الحياة، ما أعرف أتصرف. اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ العربة. الكلمة اللي سمعتها لما شفت هذا الكارت، power couple، العربة محتاجة حصانين بنفس مستوى القوة والصحة والجدارة عشان تمشي. العربة تعني moving forward، الحركة إلى الأمام بقوة. ففي تناغم بينكم، في توافق، وكأنما هني قاعد أحس الأدوار، واحد منكم هو اللي يتحمل العبء. هاي من نقاط قوتك معه، أن أنت تتحمل العبء لما هو يكون تعبان، ولما أنت تكون تعبان هو يكون هني خلاص صار قوي بما فيه الكفاية أنه يأخذ مرة ثانية دفة التحكم منك. من جوانب قوتك معه تبادل الأدوار، أن أوقات مثلا أنت تكون أبيض هو يكون أسود، شلون في اللون؟ لا، في طريقة التصرفات، واحد يكون هو الحكيم أو العنيد أو الحازم، والثاني يكون اللطيف، وتتعاكسون الأدوار دائما، في تعاكس للأدوار والطاقة وتلقف هني أيضا، هذا شيء جدا إيجابي. النجمة، توافق هذا الشخص مو بس في توجهه، لأن عندنا العربة رايحة مكان معين، رايحة نقطة، رايحة الاتجاه، توافق حتى في طموحه، في أمانيه، في أحلامه، في الحياة اللي يقعد بينه وبين نفسه يتمناها، يتخيلها أنه راح تتحقق يوم من الأيام. مهم جدا أن الحصانين في هاي العربة عشان تمشي بسلام وبقوة يكونون متوجهين لنفس المكان، لنفس الشيء. هذا من نقاط قوة علاقتكم. وآخر كرت، ملك الأرض، مع بعض في بينكم توافق مادي عجيب، يمكن أنت لحد الآن ما أدركته يا برج العقرب، أو أدركته. في ناس إحنا نقول بالطريقة الشعبية، في ناس قدمهم علينا أو فال دخولهم في حياتنا سيء، من يدخلوا حياتنا أشياء تتكسر في البيت، الأموال تتوقف عن التدفق، سبحان الله أمور حياتنا تتوقف، مو لأنهم سيئين، مو شرط حتى يكونون حسودين، هم كذي دخلتهم علينا، قدمهم ثقيل نقول، أو قدمهم نحس، أوكي. وفي أشخاص توافق بينهم
ماديا حتى وايد ممتاز، وايد في انسجام لدرجة ان خيري على خيرك يسوي مملكة مع بعض. انت تحصل ترقية انا احصل ترقية، انت يأتيك ورث انا تطلع لي جائزة، انا تطلع لي مثلا هدية، انت ايضا تحصل على مردود عالي، اموال تأتيك مع بعض، مع بعض الفلوس تأتينا، قدمنا خير مع بعض وعلى بعض. هذا جانب جدا جميل من علاقتكم. واخر سؤال، كيف التوافق راح يكون بينكم لشهر اغسطس شهر 8؟ ستة الاكواب، اوكي، راح تكونوا مركزين اكثر في البيت، في العلاقة الحميمة او الكونكشن، الارتباط بينكم بين بعض، يعني وقت هادئ بما معناه وقت هادئ نقضيه مع بعض بدون تدخلات، بدون وجود اطراف خارجية، ما نحتاج نكون دائما حول الناس، منعزلين عن الناس مع بعض. بالانس، كارت برج القوس، هنا عندنا ايضا كارت طاقة الابراج الترابية والكوب الاول. هني التوافق اللي قلت لك عنه، تبادل الادوار، مو بس تبادل الادوار، تبادل الاكواب. خلال هذا الشهر مشاعركم راح تكون جدا متبادله، يعني حتى اهتمام الشريك فيك وانت اهتمامك فيه، رغبته بقضاء وقت خاص معك انت فقط بشكل خاص، بس انا وانت، راح تكون رغبة متبادلة بينك وبينه. الكوب الاول احتمال كبير اذا تنتظرون حدوث حمل او خبر زواج حتى، ولكن اشوف هني حمل، لان من الكوبين اللي في يد الملاك هني يطلع لنا كوب واحد، ان هني راح تكون في ثمرة للاختلاء وقضاء بعض الوقت مع بعض، خصوصا اذا كنتم متزوجين، راح يكون ويحدث ان شاء الله حمل. إذا أنتم في علاقة ولستم متزوجين، راح يكون في ما أدري تلميح من الشريك، أحسها بداية تلميح، بداية يسألك عن ما هو رأيك في موضوع الزواج، ولكن مثل الحديث الجميل اللي يفتح معاك يبين لك في جديته ومشاعره. هذه هي طريقة التوافق بينكم عزيزي برج.